هذه الأجواء الحقيقة ما نشاهده حاليا في هذه المناسبة التي كانت منتظرة والكل متحمس لها وفي انتظار انطلاقتها. لا أطيق الانتظار أكثر لبداية هذه المباراة التي من المتوقع بأن تكون مثيرة جدا. الكل يطمح للنتيجة للصالحة، لا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام من ملعب الملك فهد، وهذه تحياتي محدثكم فارس عوض من كبيرة التعليق. كلنا أمل بأن تكون هذه المباراة مثيرة وممتعة. فريق الهلال السعودي يواجه البلوغرانا نادي برشلونة، مباراة انتظرها الجميع وأتمنى بأن تكون على مستوى التطلعات وتفي بكل الطموحات. هذه تشكيلة الهلال في مباراة اليوم. ياسين بونو في حراسة المرمى، كوليبالي سيلعب إلى جوار علي البليه في الخط الخلفي. كوتوغال يا رب، كرة في المرمى تشعل اللقاء، هدف أول مبكر، يا لها من بداية، أي سيناريو، الله على كرة أولى. شوف الإعادة من جديد، انظر إلى هذه الصاروخية، لا تصد ولا ترد، بالتأكيد ليس لمتعتها حد، انظر وشاهد، وضع كل قوته في هذه التسديدة. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. ديونغ الآن يجد الحلول بتحرك زملائه. ليفاندوفسكي، رافينيا، أوهو، هدف ثاني يأتي سريعا، لا يرحمون، لا يتراجعون، يبحث في قتل هذه المباراة، الله على هذه الضربات. هدف يوزع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. بتدخل شرعي يستعيد اللقطة في المناطق الخلفية، تمريرة في المساحة الفاضية. فرانكي ديونغ، رغم الضغوطات يخرج حارس المرمى هنا ويمسك بالكرة. سعود عبد الحميد، بينية تحرك القلوب، كرة خطيرة لتقليص الفارق، كانت فرصة متاحة للعودة من جديد، إذا استمر الفريق في إهدار الفرص فلن يتمكن من العودة وراح يخسر المباراة بسهولة. تير شتيغن، جوليس كوندي، أراخو، ديونغ، الكرة مع جواو فيليكس، تدخل واللاعب يفقد الكرة. سعود عبد الحميد، الله على التدخل، توقيت مثالي لإيقاف الخطورة. يتقدم بثبات إلى داخل مناطق المنافس، تدخل حاسم وبلوك في منتهى الروعة، وهنا الهجوم المنظم يعطي حلول مختلفة. الكل يحبس أنفاسه مع كل تمريرة، تشتيت رائع للكرة هنا. جواو كاسيلو، دقيقة واحدة تضاف كوقت بدل ضايع. هذه هي إذن نهاية أحداث شوط اللقاء الأول. الإحصائيات تظهر بأن اليوم كان خارج الخدمة وأنه قدم مباراة للنسيان، يعتبر حقيقة جزء من مشكلة الفريق في مباراة اليوم.
والآن عودة مع ضربة بداية الشوط الثاني وتقدم مريح لمصلحة البارسا. بتضيع من جانب فريق الهلال. تحول هجومي ممتاز وخيارات عديدة. الكرة بتضيع عليهم من جديد. فرانكي ديونغ. الكرة تعود لغوندوغان. الكرة بتمشي سهلة في يد بونو. رافينيا. تصدي للكرة لكن اللعب متواصل. خطورة لم تعد موجودة هنا. الثلث الأخير من هذا اللقاء يبدأ في هذه اللحظات، المتبقي فقط 30 دقيقة. برشلونة يستحوذ على الكرة بشكل أكبر في هذه المواجهة، تحكم تام في الرتم، في الأداء، على مستوى كل الخطوط. العمل ليس بالأمر السهل في الحقيقة، المجهود كبير جدا، يستحق الثناء والشكر للمدرب. هذا الأسلوب الرائع حتى الآن اللي يقدمه واللي يلعب فيه فريق برشلونة. يستعين بدكة الاحتياط. أوهو، ضغط متقدم وقطع للكرة. غوندوغان رائعة في هذه اللعبة. ينجح الحارس في التصدي. حلو المدافع، استخلاص لهذه الكرة بتدخل ممتاز. أمام مساحة كبيرة للاستغلال الآن. بيعدي وبيمر بالكرة. يا رب، كرة في المرمى. اشتعلت المواجهة وعاد أمل التعادل هنا. نشوف في عادة الهدف من جديد. هجمة مرتدة كانت سريعة، بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. غوندوغان. قرار ممتاز باستمرار اللعب وعدم التوقف للخطأ. قد تكون الفرصة الأخيرة لتسجيل هدف التعادل. ممكن هذه، ممكن كرة التعادل. مستحيل، مستحيل، في آخر اللحظات، في الوقت الأخير، هدف التعادل يأتي. يا رب على هذا الجنون. نتابع كرة الهدف من جديد، نشوف من البداية كانت الفرصة متاحة للتعامل مع الوضع بشكل أفضل. لا يمكن أن تترك الخصم يستحوذ على الكرة كل هذا الوقت داخل منطقة الجزاء. مجهود كبير من الفريق يعود الآن في النتيجة بعد ما ظن الكل بأن اللقاء انتهى. نلعب الآن في الدقائق الست الأخيرة من عمر المباراة. برشلونة يلعب من أجل الفوز في الدقائق الأخيرة. كرة تصل لفيران توريز. تسديدة يا رب. أوهو، تصدي ممتاز. تلعب في داخل المنطقة. اعتراض ناجح للكرة العرضية. فرصة كبيرة لهجمة مرتدة ممكن أن تشكل خطورة. الله على التدخل، توقيت مثالي لإيقاف الخطورة. التعادل يخيم على بعد فشل الجميع في حسم نتيجة هذه المباراة في الوقت الأصلي. ندخل إلى الشوط الإضافي الأول. الخطأ موجود لكن اللاعب مستمر مع إتاحة الفرصة. نظرة ممتازة للملعب. ركلة جزاء. النتيجة تعادل حالياً.
حكمة المباراة تكتفي وهدف من ضربة جزاء. نشوف إعادة الهدف. حارس المرمى لم يكن موفقا في هذه الكرة، يحتاج القليل من الحظ حتى يوقف الكرة بعد أن توقع الزاوية بشكل سليم، لكن الكرة خادعة مرت من تحت لسوء الحظ. نتيجة اللقاء 3 أهداف مقابل هدفين، هدف وحيد يفصل بين الفريقين حتى الآن. فرصة حقيقية للتسجيل، الكرة بتمر، الكرة بتعدي، حارس المرمى يعودون بها إلى اللقاء. هدف يأتي على عكس مجريات المباراة، ما قدموا الكثير من اللمحات في الخط الأمامي، لكن على الرغم من ذلك وصلوا وسجلوا هذا الهدف. ثلاثة أهداف لكل فريق حتى الآن، نصف درجة من الأهداف في اللقاء. جواو كاسيلو، فرانكي ديونغ، مرور ممتاز يتخلص من المنافس. الله على تمريرة، هل تستغل هذه الفرصة؟ ميشيل، هل يسجل التقدم؟ مهم جدا قطع الكرة في هذا المكان. نهاية الشوط الأول من الوقت الإضافي مشاهدينا. المتعة تتواصل مع الشوط الإضافي الثاني و15 دقيقة أخيرة لحسم هذه المواجهة. جواو كانسيلو، ألا مع ديونغ، راحت إلى بيدري. مستحيل الكرة، القائم يتحدى، يقف مع حارس المرمى. نلعب الآن في 8 دقائق الأخيرة من عمر اللقاء بالشوطين الإضافيين. ولا مع بدري، فرصة للتقدم في المباراة. يا رب الكرة في المرمى، هدف من لاعب استثنائي في توقيت استثنائي قبل صفرة الحكم بثواني. من كان يتوقع هذا السيناريو؟ أي دراما تحدث في اللحظات الأخيرة؟ بنسبة كبيرة انتهت الأمور، والتدخل يأتي لإيقاف الخطورة. دقيقة واحدة كوقت بديل في المباراة. وتنتهي هذه اللحظات.